وبالجزء الثاني من محاضرتنا راح نكمل الأمثلة اللي احنا كنا ذنيتها الأمثلة جدا بسيطة مقارنة بالها. طبعا هاي هبينا مصعبة الأمثلة صارت عليكم لأن انتم اللي حل الشيت الرابع وقرأ الأربعين سؤال تقريبا خلينا نقول اللي هي المسائل اللي احنا محاليها اللي قلت لكم تقدرون تبدون تحلوها واللي طبعا اللي بعد أكثر شاف أسئلة بالكالكولاس اللي قدر ياخذ من الأمثلة الخارجية أو الطلاق هذا طب بحث آخر يعتمد عليه هو كل طالب هو شي يريد يحل أو كمية الحل. فهنا اللي قصدي اللي حل هذين الأربعين سؤال بالبداية مال التكامل راح يقدر يحل هاي التكاملات بصورة جدا بسيطة. فأول تكامل هو من الاثنين الى الستة دي اكس اوفر اكس بلس تو انتجرال تو تو سكس دي اكس اكس بلس تو. اوكي الانتجرال اوف ذس فانكشن غانا بي لن اكس بلس تو. اوكي لن الاكس هي دائما احنا دي اكس على اكس هو لن الاكس بلس تو هنا انا ما بيها مشكلة مباشرة نخليها من الاثنين الى الستة. فهذا شنو لن الستة زائد الاثنين اوكي نعوض مكان الاكس مره 6 بعدين ماينس لن الاثنين زائد 2 فهذا الشيء يصير لن ال8 ماينس لن ال4 اللي هو 3 لن 2 ماينس 2 لن 2 يساوي لنا لن الاثنين. بس توضيح هاي الفقره هنا لانه انا ان شاء الله التشابتر اللي ورا هذا راح يكون هو اللن واللوج. التوضيح هنا اللن الثمانية هو شيء يمثل لي لن الاثنين تكعيب فالثلاثة تنزل لي قدام خارج يعني الأس ينزل خارج اللن يصير ثلاثة لن الاثنين. نفس الشكل بالنسبة للأربعة هو شنو هو اثنين تربيع فالاثنين ينزل لي قدام يصير لن الاثنين لهذا صارت هنا أنا مقابلكم لن الاثنين. أو أكو طريقة بعد أسهل لن الثمانية ناقص لن الأربعة هو شو يساوي لنا لن الثمانية على أربعة 8 تقسيم 4 هو 2 فيصير مباشرة لن الاثنين. ما عندنا مشكلة هاي قلنا بالقواعد مال لن واللوك انا صح بالبداية ذكرتها بالتابتر الاول بس اللي ما يتذكرها مرة ثانية دا اقولها. السؤال الاخر اللي هو السؤال الثاني تكامل من الباي اوفر 2 تو 3 باي اوفر 2 كوساين اكس دي اكس. تكامل الكوساين هو شنو هو ساين الاكس من الباي على 2 الى 3 باي على 2 اعوض مرة 3 باي على 2 اوكي والمرة الثانية ايش راح اعوض راح اعوض الباي على 2 طبعا 3 باي على 2 هي تمثل لي بالدجري هي تمثل لي 270 والباي على 2 هو تمثل لي 90 فذول مباشرة قلت لكم اما بالحاسبة اما انتم حافظيها ماينس 1 ماينس 1 فنجمعهم ذول الاثنين اخر يصيرون ماينس 2. التكامل الثالث من ماينس جذر 3 الى جذر 3 دي اكس على 1 زائد اكس تربيع. هذه الدالة المن تشبه دالة التان انفيرس اوكي تان انفيرس حاضرة كلها ما عندي مشكلة بها تان انفيرس الاكس اعوض مرة جذر 3 مرة ماينس جذر 3 فبالبداية هاي جذر 3 وهاي ماينس جذر 3 طبعا هذه همينا قلنا مباشرة بالكالكوليتر بس تخلوها مباشرة راح يطلع لكم باي على 3 والثانية ماينس باي على 3 ويساوي لنا 2 على 3 باي لان ماينس في الماينس يصير بلس يعني معناها جمعنا الدالتين. عندي التكامل الرابع من الصفر للجذر 3 على 2 دي اكس على 1 ناقص اكس تربيع. هذه الداله تكاملها هي ساين انفرس مباشره هذا قانون عندنا ساين انفرس الاكس صفر للجذر 3 على 2 اعوض طبعا هنا اكو نقص بسيط هنا اكو ساين انفرس الجذر 3 على 2 بالبدايه ناقص ساين انفرس الصفر ذاك الاول اللي هو ساين انفرس جذر 3 على 2 اللي هو ايش قد يمثل لي باي على 3 ماينس جذر ساين انفرس الصفر هو صفر فيبقى باي على 3 بس هاي انت بقولها هنا أنا اكو حدين اول مره الحد الاول اللي اطبق بيه ساين انفرس جذر 3 على 2 بعدين ماينس جذر العفو ساين انفرس الصفر. التكامل الخامس هو من تكامل سالب 2 ماينس 2 سوري الى 4 اكسبوننشال ماينس اكس اوفر 2. طبعا التكامل مال هذا لازم اوفر له المشتقه مال داخل او مشتقه الاس هي شنو هي 1 على 2 اوكي بس شنو اشارتها ماينس يعني ماينس 1 على 2 فش اسوي اضرب في 2 واقسم على 2 بالبسط راح يبقى هنا بالمقام يختفي ليش؟ يعني راح اكامل عليه يعني انه انا اكامل به هذا مشتقه الاس
راح تختفي. فهو الاكسبوننشال يبقى نفس الزاويه كل تغيير ما بيها، بس شنو اللي راح يروح؟ الدي اكس ويا مشتقه الاس راح تختفي. فهنا انا ماينس 2 اكسبوننشال ماينس اكس اوفر 2 اعوض الاربعه والاثنين راح يطلع لي 2 اكسبوننشال ماينس اكسبوننشال باور ماينس 2. هنا المثال السادس هذا اللي راح اجله، طبعا قلت لكم اكو تداخل بين طرق التكامل وبين التكامل المحدد. هذا المثال السادس تجاوزوه هسه بالوقت الحاضر. الموضوع اللي قلت لكم جدا مهم، عندنا طبعا هو الاريا بتوين تو كيرفز او تو لاينز او يعني بين اللاين والكيرف، وطبعا اكو وراء بعد اكو الموضوع الاخر اللي هو الحجوم الفوليومز. فهسه خلينا نبدي بالاريا اندر ذا كيرف او الاريا بتوين تو كيرفز او اريا بتوين تو لاينز او لاين او كيرف، مو مشكله هاي حسب السؤال او حسب منطوق السؤال. طبعا هذا هو شنو؟ هذا عباره عن دالتين. اوكي، مثلا ممكن انه تكون الكوردينيت اللي هي الاحداثيات هي واحد من اللاينات هو الاحداثي، مثلا اقول لك من الصفر الى هذا الـ يعني الاكس يساوي لنا صفر يعني معناها المحور السيني، الى مثلا الكيرف اللي تذكروه من الدوال اللي بالفصل الاول اخذناها، مثلا خلينا نقول اكس تربيع، خلينا نقول اكس ايا كانت الزاويه اكس بلس 1 اي زاويه اللي ممكن اكسبوننشال جذر اي شكل اللي يكون، مجرد انه انا راح احصر بين زاويتين او بين العفو بين دالتين. فالداله الاولى suppose that y1 equal function 1 y2 equal function 2 define two functions of x that continuous for a to b. المساحه راح يحدد لي اياها هو، لانه لو ما محدده انا شو راح اعرف من منو لمنو اكامل؟ طبعا مرات الشكل هو منطيني اياه مثلا خلينا نقول داله للانفينيتي تروح، زين انا على اي اساس اكاملها للانفينيتي؟ شو راح اتجه انا للانفينيتي؟ لازم حتى لو الانفينيتي يريدها هو يحددني يقول لي ترى الداله للانفينيتي او الداله للواحد او الداله للثلاثه الداله للخمسه حسب. ومرات ما يحددني انا من الاحداثيات اللي هو منطيني اياها راح اطلع حدود التكامل مالتي. راح تشوفون عندنا عده امثله، طبعا بالامثله الخارجيه يعني بالاديشنال اكزامبلز انا بعطيكم عده امثله هم انا راح يعني تدعم الموضوع، اريد شويه تركيز بهذا الموضوع. هنا ال فين the area bounded above by the y1 curve below by y2. هنا راح طبعا يمثلهن انه الداله الاولى على اساس انه راح تكون الرسم يكون او الاريا اندر ذا كيرف تكون فوقها، والداله الثانيه اللي هي تحد الرسم الاول راح تكون جوا. هاي معكم علاقه بها، هاي ممكن انه بالعكس الداله الاولى هي الكبيره او خلينا نقول الاكس الخارجيه والداله الثانيه هو منطينها الكوردينيت او الاكس اكسس او الواي اكسس حسب، فما لها علاقه. هاي مجرد يوضح لنا انه هم صايره الاريا هي بين الداله الاولى الدالة الثانية. طبعا سايد باي فيرتيكال لاينز x equal a and b x equal b، هاي عندنا مشكلة بها. الاريا هنا شو تمثل لي؟ تمثل لي تكامل من الاي الى البي الفانكشن الاولى ماينس الفانكشن الثانية دي اكس. طبعا هاي هسه راح تشوفوها ليش هاي من راح تساوي راح يصير هاي الزاوية يعني هاي الدالة تساوي هاي الدالة، فهاي الاولى خلينا نقول تساوي الثانيه، فالاولى ناقص الثانيه يساوي لنا صفر. فهاي راح نشوف انه شو راح تصير وشو راح نبدي بيها، طبعا بالامثله راح تتوضح جدا. الامثله راح ابدي بهذا المثال الاول اللي هو بسيط جدا، وراح اروح للخارجي امشي منا مثال ومنا مثال حسب المنطوق مالتهم. فاول مثال راح نبدي بيه find the area bounded by the x axis، هاي منطين الاحداثي الاول هو قايل لي الاكس اكسس. من يقول لي الاكس اكسس يعني على خط الاكس معناها الواي صفر، الواي صفر. فان الداله الاولى هم معطين اياها الاكس اكسس قايل لي يعني معناها الواي ايكوال زيرو، اند كيرف باي واي ايكوال 2x ماينس x سكوير، هاي الداله الثانيه. فاول مره ابدي الداله الاولى الواي ايكوال زيرو، الداله الثانيه الواي ايكوال 2x ماينس x سكوير. هذه شنو؟ مجرد انه اساويهم للدالتين اوكي فيصير 2x ناقصا الاكس تربيع شو يساوي لي؟ يساوي لي صفر، اللي هي بالقانون قايل لي هاي ناقص هاي، اذا هي ناقص الصفر
فما عندي مشكله بيها. ال ده اللي هنا يعني يعني بالمثال هذا هنا صارت ماكو مشكله. بالامثله الباقيه لا، ممكن انه لا تشوفون انه هذا يروح للماينس الاكس وهذا هنا بالبلس الاكس، وممكن نختصر بيناتهم، ممكن نطلع عامل مشترك بيناتهم حسب. هنا المثال بسيط جدا. فهنا هذا الفرق بين 2 اكس ماينس اكس سكوير راح يسحب الاكس عامل مشترك. طبعا هنا انا مسويها بالعكس، عاكسها 2 ماينس اكس او اكس ناقص 2 مو مشكله، هي الناتج راح يطلع نفسه بكل الاحوال. ليش؟ لان الاكس قوس اكس ماينس 2 اكول 0، فاما الاكس اكول 0 اما الاكس اكول 2. اذا سويتوها 2 ناقص اكس هم راح تطلع الاكس اكول 2 بكل الاحوال، ماكو مشكله. فهنا اما الاكس اكول 0 اما الاكس اكول 2. فالبوينت الاولى حسب هذا الكلام the intersection of the curve and the y and the x axis are 0 0، اول نقطه راح تبدي بها اول وحده، والنقطه الثانيه هي 2 0. ليش؟ لان هو الواي بكل احواله هو 0، هو قايل لي اياها على الx axis، فمعناها الواي ما راح يصعد، ما عندي مشكله به، هو على الكلام كله على الx axis ده يصير. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا التكامل من 0 to 2 2x minus x squared dx equal x squared minus x cubed over 3 0 to 2. أول مرة subtraction 2 in the beginning minus 0 equal 4 over 3. هذا المثال جدا بسيط يوضح لي بين الـ x-axis والدالة اللي منطيني إياها. طبعا أكو أمثلة اللي سهولة نرسمها، مجرد نرسم الدالة وراح نشوف ان التقاطع وين راح يصير بين الدالتين. اكو بالامثله الاديشنال اكزامبلز اني منطيكم هيك شيء، لهنا راح توقف بهذا الجزء، وقبل راح نبدي بالاديشنال اكزامبل اللي هو هم مثال جدا بسيط حول هاي الحاله.